Ja, George Ritter. كرس. ولا ما تتحرك ولا. طب اسمع بدي اشيلك الحلقة الجاية برجعك. عمر تايم كيفكم؟ اليوم حنشوف محتوى كيف اوصفه صح. اصبروا. اسوأ محتوى على النت، اغبى محتوى على النت، هيك اشي. اوكي انا عامل فيديوهين قبل عن الموضوع هاد. الموضوع اليوم فيديوهات المالحة. جد فيديوهات المالحة. كنس محتوى. اللي بيجي بيحكي لك سويت وعملت وضحيت عشانك، تعرفوا زي مين؟ زي بيجيب لك هدية وبيخلي السعر عليها. ولا كرنيم ولا اتصلت بيكي ولا اكبرتي. وشو المكونات اللي بتصنع فيديو المالحة؟ فيديو المالحة ببلش هيك عادي زي اي فيديو، بكون في كلام، الكلام محطوط ايموجيز كتير ايموجيز. اوكي بس يحكي الجملة اللي حيحكيها اللي بكون بالعادة ما إلها اي معنى. اوكي بعدين بشغل اغاني تكون هيك ريمكس لمهرجان مصري بالعادة. هيك انت صنعت فيديو مالحة. بس طبعا من اهم المكونات هيك المكون السحري تبع فيديو المالحة انه يكون شاب مفكر حاله حلو. لو شاب مفكر حاله حلو خلاص شو ما يعمل بكون بتمالح. اورجيكم مثال. صراحة بكون فراط وحكي فراط. والله ما فيكم جدعان. كات. بوجه العين بوجه العين. بعد ما خلص الفيديو بدي اغسل العين بملح هيك، بس احط ملح هيك فكل الفيديو بكون بحكي اشي ما له معنى. طيب لكن الهدف هو مو انه يحكي الشغلة ولا الاغنية، الهدف انه يعمل حركات بوجهه هيك. اوكي انه بغري النساء. ايش القيمة؟ ايش القيمة اللي استفدناها لما حضرنا هذا الفيديو؟ حد يحكي لي، حد يشرح لي. عم بحكي مكالمة وبضحك ومبسوط. اوكي. هلا انكسر قلبه هون. طلع الكابشن، فيديو مؤقت عشان انطلبه كثير. لا لا لا. في ناس بتطلب منك محتوى. في ناس بتطلب هذا المحتوى. مش قاعد عم تحطم حاليا جد انا. قاعد بتشوف ناس بتمالحوا من غيري. طب مش كنت بتركيا؟ مش كنت بتركيا؟ ما انا شفتك بتعمل فيديو من غيري، حسيت هيك من جوا. صار له 5 ايام بحكي بدي اروح تركيا. انا رايح فعلا. تفضل معنا. نتفرج على ناس بتمالحوا. بدك اشرح لك الكونسيبت تبعت المالحة كيف؟ مهم عندي اعرف. طيب يا سيدي، يعني هذا انسان نحكي عنه علبة ملح. أهلا الجميع، لم يبقى إلا قلبي وحدي في أيام اللي جايش. حزني بالله عليك، مش أزبل محتوى على النت. هو بكون ما في إشي بده يحكي فبيخترع أي جملة. بدك تعمل فيديو مالحة بتخترع أي جملة بالدنيا، مع أغنية حزينة بس طول الفيديو بتحاول تورجي الناس أنك حلو. بالضبط. الناس كلها راحت، نادي راح تركيا من غير ما عمل تحدي. طيب خليك ساكت تتفرج هيك، تضلك تتفرج على الكاميرا وهز راسك هيك بطريقة غريبة. يا زلمة حزن صح. راح بدون تعمل تحدي هو يا زلمة. يعني انا بدي افهم هو بهاي الطريقة ومفكر انه البنت خايف عليه. انت مش فاهم، البنات ممنوع يحضروا هاي الفيديوهات. هو احسن لهم ما يحضروا. لا هم ممنوع. ليه؟ عشان بنخاف عليهم من هاي الفيديوهات. اول ما تشوف الفيديو ممكن تدوب. ممكن تفكر انه كل الشباب هيك، هاي مصيبة. انت بتفكر البنات بيقرفوا من هذا المحتوى؟ البنات بعشقوا هذا. لذني يا ريب. بس طب يا زلمي يعني انت حزين وحزين جايب فيب. طب جيب سيجارة ونستون هيك احمر. يا اخوان نفسي افهم ليش البنت لما بتهاوش بتفلت ربطة شعرها وبترجع تربطها، مش فاهم يعني هيك هي بتخفف العصبية. يعني سؤالك غريب وعميق. هذا كل محتوى بتسأل عن البنات. لا تبكي على رحيمه، فالمسكار اللي حطيتها على عيونك اغلى منه. البنات مكيفين بالله. طبعا طبعا ما
بدك تشوف قلب المرأة ولا بدك تشوف بمشيها كيفي ولا بدك تشوف البنت ولا النسوان ولا البنات ولا البنات ولا كله بنات كله بنات دكتور بالنساء او خلاص هاي ميلح ميلح هي ما غلب حاله حتى يضحك يا خلص ما فيش داعي خليها تميلح خلص جماعة الخير صحابي بضربهم يقولي البنات وجع راس مين قالكوا يا جماعة الخير بالعكس هن فين رقة وإحساس ولطافة وبرايحين البال يا بنت يا بنت حطي بنت يا بنت لا 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 يا حبيبي لا خطة مش هيك خطة خلاص مش عوجك تحط يا بنات يا بنات يا بنات الزلمة مقطوع كثير خلص يا رب توصلنا للمرحلة يا رب يا رب اوصل لمرحلة هيك احط غني يا بنات يا بنات طيب يا جماعة الخير احنا ما بنحب البنات ينكدوا علينا بس في نكهة بالنكهة تبعهن بخليك تحبهن اكثر والكنيسة الدين كنت الزلمة مدح النكد تبع البنات ايش ده تخيل تخيل نوع القطعة اللي اجت لو انت عايش بجزيرة لحالك انت الزلم الوحيد ما في انت شو بتخبص قاعد لو انت عايش بجزيرة ما في ولا بنات هيك بصير فيك فعليا هيك فعليا بتصير تمدح النكد تمدح النكد تبع البنات شو اسمه ذاك الدهناش هذاك ذاك ملك الملح هدي حناش تيك توكات الحناش اعظم تيك توكر ولا لا لا طبعا مرحبا اهلين انا ماجد فيني ماجد فيني وانا كمان لا انت مديني غلط انا كمان معجب بنفسي خلاص قديش قوي خلاص هذا هيك ترفع له القبعه عيوني اديني بقى هديك قصيره ما توصلي لحد لا بوصل لا ما توصلي تدري اني بوصل كيف بتوصلي طب هو متمرمح البنت شو حكي عنها؟ حرام لا هي محطوطة ببيئة غلط هي ببيئة زبالة؟ هي ببيئة زبالة هو المجتمع ظالمها طرت تشوف ناس زي طرت تروح لعنده هاي هو وين انت؟ عند امك؟ بحكي مع حبيبته اللي واقفة مع شبه هل نحنش؟ انت فهمت؟ حكى للاثنين هدي حنا لا انا ما فهمت لا لا ستعيد عشان تفهم ما فهمت اصلا هو شافها الو برين وين انت عند امك تمام هدي حناش جيبوا حناش بس ايه شاك بالعظمة يا ابني ترك صدى هيك ترك صدى كثير قوي يا زلمه جد والله انك رايح علي محتوى عمري روحي لحالك وطلع حلوة يا ناصر بحط لي حناش أنا هذا البني آدم يعني فوق الفظيع هو بقدم هذا المحتوى بجدية هو بيعمل ولك نزل أغنية عن المحتوى تبعه إيش جاهج حبيبي طلع فيني شوي ماني فاضي لك الله بليز بليز طلع فيني بليز بليز والله أرجوك بديك هالنظرة أرجوك بدي نظرة بس بدي انا مش فاهم جد مخي عامل جلتش هلا مش فاهم انا عملت لاج شو الفك شو الهدف انه هو طقع لها والله ما انا فاهم بدك تكون يعني الزلمه ديب ويب عشان تفهم ديب ويب حمودي شويه بنت دياله يا بنت دياله يا بنت دياله لا تضحكيني يا بنت دياله لا تضحكيني يوقف كل عشق يمك جمالك جمالك والقمر بالتحديد واحنا راحنا تحبك فدوة كثرية عصير البرتقال انا دوب على بنت ولايتي ومن بعطوبة حظنا بدأ خلاص خلاص انا مش فاهم ولا اشي اني افهم كلمة ما فهمت شي لا انا فهمت عصير البرتقال ولا هاك عصير البرتقال انا بس دخل عصير البرتقال انه هو بغاز مين بنت ديانة شو وقت يجي هذا اليوم اللي اتصل عليك وقلت يلا حبيبي خلينا ننام باكر عرسنا ولازم نقعد بالوكيل فاهم قلف حاله اللي بسبدلي مرتبة عشان بس يعمل هيك انت لما تفكر فيها انه هو قد ما هو مقطوع صار يكتب شعر بقول اذا شفت حدا بمنامك يعني حدا مشتاق لك على العموم شوقك وصل
ايش؟ ايش؟ لا يا عمر شوقك وصل زعلان شوقك وصل يا اخي مشتاق لغيابك تقدر ترجع لي لهم شوي؟ شباب بدي احكي معكم بجدية، كلام موجه للشباب بس لو انت بنت اعمل سكيب لاخر فيديو. شباب نصيحة اخوية، لو عمرك حسيت حالك مقطوع ما في اي بنت بحياتك اصحك بحياتك ما توصل لهي الدرجة. ما تملح ما تملح، هي فترة راح تمرق وبرجع في بنات بحياتك وهيك، بس ما تعمل هيك فيديوهات، ما في داعي، ما في ما 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 حجيب لك بنات، ما حجيب لك شيء، حجيب لك سواد المجد، حجيب لك شباب زينا هيك يا اخوان. المهم هذا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله سعد بكون بتركيا الفيديو الجاي ما بلاقي غرفتي. توصل بالسلامة سعد حبيب الله يسلمك.